هي الحكايات فصول من محطات تتماهى مع بعضها البعض لترسم حياة كل منا، وها نحن نستعرض جانبا من حكايات أشخاص ألفناهم بما قدموا لمجتمعهم وعرفناهم بنجاحاتهم وإنجازاتهم. وفي هذه المساحة من برنامج حكايتي نمضي معهم في رحلة مليئة بالحكايات. أنا جن، حرام أموت بفراشي وأنا جندي، أفضل موتي في خدمة بلادي، أسطر للملا في ملحمة مجدي إماراتي أنا، وأفخر بأمجادي، أقدم للوطن كل غالي عندي، كتبت اسمه على تاريخ ميلادي، كتبته في سعادة عمري الوردي، كتبته في شقاي وفرحة فوادي. أنا جندي ولو كل الملا ضدي، فلا تلمس ترابة خبث ليادي. أنا جندي وقفت بعز متحدي، صمودي في جموح الريح معتادي، سيوفي ما تعانق فوهت غمدي، أخضبها بدم الجاير العادي، رماحي تخترق الحاجز وسدي، لها مع شامخات المجد ميعادي. أجدد لك خليفة حبي وعهدي، باسمي وباسم شبان اشدادي، بأن أبقى تحت رايتك متجدي، ولو دمي جاري موية الوادي. أنا جندي وكل اللي تراودي. شاعر الوطن، شاعر الإمارات، الشاعر الجميل الراقي على الخوار، أهلا وسهلا فيك. الله يحييك. الله يحييك أخوي حسن. حيا الله أبو أحمد، طول عمرك، نورتنا في برنامج حكايتي. والله البرنامج بنور بكم طال عمرك. هو البرنامج مو بحكايتي أنا، هي حكايتك أنت طبعا. أنا جاي اسمع حكايتك لأن البرنامج اسمه حكايتي وأنت مقدم البرنامج. بس ما أعطيناك ولا محور، لا ولا جهزنا شيء، لا نبغي نسمع حكايات. حاضر. وعدنا حكايات احنا بعد مجهزينها لك. بس جاهز انت؟ جاهز ابو احمد؟ انا تحت امرك ابو احمد. احنا في حكايتي تعودنا مع ضيوفنا الكرام اللي سبقوك بان تكون حكاياتنا متنوعه، لكن في الحقيقه نحاول نبدا برنامجنا دائما بمحور احنا نشوفه مهم. نعم. ومحورنا المهم القصيده اللي استمعنا اليها قبل قليل. نعم. الشاعر والوطن، علي الخوار والوطن، علي الخوار والمناسبات الوطنية، علي الخوار ورموز الوطن، محاور كثيرة في الحقيقة، لكن أنا أبغي أبدأ نتكلم عن هذه القصيدة لأن هذه القصيدة اللي انتشرت في كل بيت وما بقي طفل في الإمارات إلا ورددها. خبرني عنها القصيدة. هذه القصيدة اللي حكاية القصيدة بشكل عام، واللي ما يعرفها حتى يفكر إن هي جديدة. أنا هذه القصيدة كتبتها في أيام أزمة الخليج في التسعين، بداية التسعين. معقولة؟ نعم. معقولة؟ نعم. وأتذكر القناها كان على الهواء كذي وتسجيل، ولين 95 وضاعت عني القصيدة. يو الله، هذه حكاية سجلوها يا صحفيين. انزل. هذه القصيدة الله يسلمك عندي كاتبنا مجمع شيء مثل الديوان حقي يعني. فياني واحد من الاخوان قال لي علي، هذا الكلام سنه 95 يمكن، قال لي علي ممكن استعير هذا الدواوين؟ انا كنت مسوي انه مجمعنا حق الامسيات من ضمن القصيده. قلت له تحت امرك. اعطيت الدواوين واختفى، واختفى الدواوين وياه. اه، وانت عاد فقدت الامل، قلت خلاص انا خلاص ضيعت. طبعا في الدواوين وايد قصايد غيرها وما بحطنا في بالي اصلا، انا في مجموعه قصايد يمكن حوالي 50 قصيده في الديوان. فاختفى الريال في سنة 2011 تقريبا. نعم. بداية 2011. نعم. أو 2010 2011 كذي. جاي المكتب اللي حصل ظرف على مكتبي. طيب. بعد تقريبا 15 سنة أو 16 سنة فتحت الظرف إلا الدواوين. يوه. اللي طبعا أنت ولا كان يخطر في بالك إنه ممكن يكون هذا. خلاص أنا قطعت الأمل فيهن، نسيتهن أصلا. ونسيت حتى القصايد اللي فيهن. فأخذت دواوين حطيتهم. بالصدفة كان يعني ما كان في مناسبة ولا شيء، كان شهر 7 8 كذي. مروا علي إخواني اللي فرقة دبل الحربية. معروفين.
فيالسين سولف وكذي ونقول ان شاء الله بنشتغل اعمال شيء حق. قالوا لي ما عندك شيء وطني شيء؟ قلت لا والله انا ما حاليا ما عندي شيء. تقصد ما في شيء جديد يعني؟ ما في شيء جديد يعني ما عندي شيء وما في شيء جديد اصلا ما اعرف على القصيده ناسنها يعني. انا حتى الديوان دواويني بتر حطيت انت اي طبعا كل هالسنوات يعني. فالمهم قلت لهم لحظه بتذكر شيء. اخذت هذا جلبت واحد من الدواوين طلعت القصيده هفوي. فقلت لهم شو رايكم في القصيده هاي؟ قروها؟ قالوا نباها. قلت لهم تمام. خذ قلت له عندي صورت الديوان وعطيتهم القصيده من الديوان صور. ساروا عني يومين ثلاثة ايام ورجعوا لي بهاللحن. انا اول ما سمعت اللحن انبهرت فيه يعني كان عسكري. هو مزيج ما بين العسكرية والحربية يعني في حس محلي صحيح. فالمهم قلت لهم الحين تنزلون عند الموزع الموسيقي نبدأ نشتغل الأغنية. حارب 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 حارب. فاشتغل الأغنية طبعا ركبوا كورال الإمارات وأيضا مجموعة منهم كفرقة هذاك لحنا عبد الله الشحي وكان سعيد الشحي وعبد الله لفرقة الدبة الحربية. وسبحان الله سمعوها الاخوان في وزاره الثقافه طبعا ايضا معالي الوزير عبد الرحمن العويس كان اعجب فيها من اول ما سمعها. قال انا هاي الاغنيه ابا. قلت له واصله يا ابو حمد. خذوها وعملوا لها مثل اعلان بسيط وسبحان الله ما توقعتها رده الفعل اللي كانت على والله يا ابو احمد انا يعني. ويمكن بعض زملائي الاعلاميين الصحفيين يعتقدون بانك كتبتها في هالفتره. لا والله كان عندنا فتره وطنيه بشكل عام احتفالات الدوله ومسائل كثيره صحيح. فكل خيالنا بانك يعني استكتبت طلب منك انك تكتبها. لا 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 ابدا. لا والله قصه جديده سجلوا عندكم يا شباب. وعلى فكره انا هذه اتذكر حتى يوم كتبتها فتره ما بين الساعه 9 الصبح لين 12 الظهر. كتبت بسرعة لأن عندي برنامج أو شيء كذي كان على الهواء مستعيل يعني مو بأنك كتبت بسرعة يعني. ورحت وألقيتها في التلفزيون وألقيتها بعد ذلك بصوتك غير الحربية وال لا خلها هذا اللقاء بعدين. أصلا بعد ما عملنا الفيرجن الكبار من كثر ما حبوها الأطفال ايضا في نسخه وزارة الثقافه مشكوره صحيح. اقترحت عليهم ان نسجلها للاطفال وسجلنا نسخه للاطفال وغناها ابراهيم العبيدلي صحيح. زين ما شاء الله الحين ريال يعني هو كان صغير صورناها اتذكر في دبي. وكانت ايضا لاقت استحسان ايضا من الاطفال والاطفال ما عندهم مجامله ترى طبعا يعني ما في اذا ما عيب العمل ما بيتفاعل وياك. لا على طول ممكن يعني ما يقول بس ما يتفاعل وياك ولا بجامل حد. صحيح صحيح. ابو احمد لك اكثر من 100 عمل وطني اكثر من 100 قصيده وطنيه اكثر عن 200 يمكن ما شاء الله. الرقم القديم اللي عندي اذا بتجمع. لا انا اقصد انا جمعت 71 قصيده في ديوان سميته مشاعر وطن. الديوان وطني بالكامل كل القصائد اللي فيه وطنية. نعم. واخترت لمشاعر وطن 71 بحيث أن تأسيس الإمارات 1971 وأيضا داخله 71 قصيدة. احنا وإحنا نتحدث عن الوطنية ونتحدث عن الوطن دائما نستذكر مؤسس هذا الوطن الشيخ زايد رحمة الله عليه. الشيخ زايد كان قريب من كل المواطنين صحيح. وكل مواطن في هالدولة يشعر بأنه هو قريب من الشيخ زايد صحيح. علي الخوار في ارتباط خاص بالشيخ زايد. شو طبيعة هالارتباط الخاص؟ الارتباط أني كنت طال عمرك المشرف على القصائد المغناة للشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له. سواء يعني تقصد بقصائد الشيخ زايد اللي كتبها الشيخ زايد؟ نعم. فكانت كنت أنا مشرف العام عن التسجيل وتلحين القصائد وتسجيلها وكذي. طبعا في مجموعه من الملحنين كانوا الملحن خالد ناصر، الملحن موسى محمد، الملحن فايز سعيد ما شاء الله. هذه يمكن الثلاثه اكثر ناس ابرز مجموعه. نعم. في جهه ثانيه ايضا علي كانو الملحن علي كانو معروف. ف انا كنت اشتغل من الجهه هذه وفي اخوي علي كانوا في جهه ثانيه وكلنا في النهايه نصب في مصب واحد. فكانت توصلني القصايد
كنت اشوف القصايد. هذا في حياه الشيخ زايد رحمه الله. نعم الله يرحمه. واخذ القصايد هذه واطبعها بشكل مرتب وكذي حسب ما توصلني يعني. ونبدا مع الملحنين ان نصيغ الحان لهذه يعني. هم طبعا يلحنون يعني، انا مجرد مستمع. انت كنت تشرف على اشرف من اي تو زد يعني، من اشراف اداري وفني ابو احمد كامل. طيب التقيت بالشيخ زايد؟ نعم طال عمرك. اكثر من مره؟ نعم. تذكر شيء من المواقف ولا؟ اتذكر كان الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له عزمنا واحد من ربعنا في ابو ظبي في البيت، وكان الشيخ زايد والشيخ طحنون الله يطول في عمره، طحنون محمد، الشيخ عبد الله بن زايد، مجموعه يعني. فانا بعيد مبتعد لان بحكم ان هذا رفيجي اللي عازم، فكنت اوجب يعني ياسين نشتغل يعني. من اهل البيت؟ من اهل البيت. فبعد ما تعشى الشيخ زايد وكذي، فكان مجموعه من الشارع حوالي طابور بيلقون عليك صايد. انا كنت بعيد اسمعهم يزقروني تعال تعال. وانت كنت ما كنت مهيئ نفسك او لا لا انا بعيد انا لاني انا جالس، حتى الشعراء اللي موجودين انا كنت جالس اخدمهم يعني، عرفت شي قاعد، مو جالس اني انا بلقي ولا حاسب حسابي 1% انا بلقي. فزقروني جيت يابوني اول واحد قدام الشيخ زايد. الشيخ زايد ف يعني تورط على الخوار. تورط على الخوار. انا ارتبك فلقيت القصيده، وانا القي القصيده طال عمرك الشيخ زايد يسمع ويكلم هذا ويطالعني، يكلم واحد من المرافقين او من المسنين. فانا وانا عيني يعني علي وانا القي والقي احس اني بنسى القصيده او بنسى شيء منها وما بنسى. فالحمد لله القيته وصفق الله يرحمه ويغفر له، وصفقوا حتى الباقين واستأذنت منهم وروحت. عقب ما ادري هل كملوا مع الباقين او ان كان خلاص على الخوار خلص. لا والله كلهم فيهم الخير والبركه. في موقف ثاني يمكن نذكرك به اثناء الحلقه يمكن. نعم جاهز انت في اي لحظه اني اذكرك باي موقف؟ انا حاضر. طيب الان انا ما ودي في الحقيقه اختم هذا المحور، محور مهم، لكن لان عندنا اشياء كثيره في الحقيقه ونبغي نتطرق لها. عندك اصدقاء ابو احمد كثر؟ نعم. اصدقائك وايد ولا شويه؟ لا وايد. من الوسط ولا برا؟ من برا. وشوف من الوسط الفني والوسط الرياضي والوسط الاعلامي. وفي ما لهم وسط. في عندك وسط؟ ادور له وسط. طيب اصدقاء خلني اسميهم اصدقاء الطفوله، الدراسه. نعم. الفريج. نعم. حد منهم موجود؟ الحمد لله. تتواصل ويا حد منهم؟ كلهم يعني بين فتره وفتره نتواصل. ما تقطع ربعك واصدقائك يعني؟ علاقتك جيده فيها؟ انا عشري يعني تعرف، احب العشره واحب اللمه. حلو زين زين. مع ان كورونا شوي بعدنا عن ربعنا واخواننا واللقاءات الحلوه واليمعه الكبيره يعني، لكن ان شاء الله النهاية ازمه بتعدي وبنرجع. بتعدي ان شاء الله. وانا ابغي شوي ندردش عن البدايات، لكن نبغي نشوف فيديو واحد من اصدقائك يبغي يقول شيء. كان من اشطر الشطار في المدرسه، وهذا كان في زماننا وفي وقتنا يعني شيء جديد يعني. كنا نحن ما بقول شطار بس يعني كنا فوضويين في الصف وكذا كذا، هو عكسنا تماما. في الصف كان من المنتبهين الشطار، علاماته في المية يعني في بعض المواد، لكن برا المدرسة علي شخص ثاني. فوضوي، صاحب مشاكل ما شاء الله عليه يعني كل الأمور، متسابق بنوعين يعني، نوع من السيارات، كان من الناس اللي كان صغير لسه صغير وعنده سيارة ذكر سوزاكي كان، ورأي سباق ورأي طيش ورأي كذا، وفي نفس الوقت كان راكب الهجن من سباقات الهجن، كان من الطراز الأول ما شاء الله عليه يعني من صغر سنه يعني. فهاي الشخصيتين فعلا كانت لين الحين أنا بقدر ألقى لها حل، ولين الحين أذكره فيها يعني، أسأله فيها أقول له كيف كنت يعني، كيف كنت شاطر، كيف كنت تجيب علامات عالية مع أنه ما يذاكر ما أعرف كيف.
حكايات ها ابو احمد. الان هو يقول انا ما زلت لليوم افكر كيف علي الخوار كان شاطر في الدراسه برا المدرسه مشاغب. لا والله بالعكس. شوف يبالغ. شوف يعني وايد من الاشياء اللي قالها ابو احمد محمد مرزوقي نحن نسميه محمد احمد العلي بس ونعم. اسم الشهرة محمد مرزوقي ونعم. في الشهر يمكن الشطارة انا لكن الشيطان هو. انت الشاطر هو الشيطان. هو الشيطان هو عقها عليك ترى. ترى اقول لك هو كله بس شاطر وبرع المدرسة. لا والله انا بالعكس انا انسان مسالم من استويت مع اخواني عندنا شهادة صديق يعني. هاي فضيعة صديق. السيارات والسوزوكي والهجن وقصص يعني كنا يهال اطفال مثل ما تقول لازم فيه مشاكسة لازم فيه يعني مشاكسات حتى ربعي الباقيين يعرفون ان انا انسان مو بوايد يعني مشاكس انا انسان يعني بطبيعتي هادي. سالفة اني في المدرسة اكون زين يعني هو طموحي الوصول للجامعة من يوم كنت صغير أحلم بالجامعة. تبغى تدرس جامعة؟ أحلم بالجامعة. يمكن من صف ثاني ابتدائي أو ثالث ابتدائي أفكر بالجامعة. وأيامها الشباب أو جزء من الشباب ما يفكر وايد بالدراسة يفكر أنه ما كان في جامعة يشتغل حتى ما كان في جامعة الإمارات يعني بعدها ما أعلنوا عن يعني في وقت ما كنت أفكر ما كان في جامعة الإمارات. طبعا أبوي وأمي أميين لا يقرون ولا يكتبون لكن اللي كان للفضل الكبير على علي الخوار في الدراسة والمدرسة خالتي الله يطول في عمرها كانت سابقتني بمراحل يعني. مراحل مثلا وكانت تدرسني تصفعني طراقات يوم ما أفهم ومرات درجة أني أوصل تصفعني طراقات أصيح وارقد يا رب وما حل واجب تشوف الحلقة. وعقب ما يوم اقوم الصبح القاها حالت لي الواجب هي طبعا مسكينة. يعني شو تسوي بعد ما تبى حالت لي الواجب اشوف اقول زين الحمد لله يعني طرقات يا بالنتيجه. الله يجزيها خير طول في عمرها. هي كان لها دور كبير في ان ساعدتني ان اكون جيد يعني في الدراسه في الدراسه في الاهتمام في الدراسه وجانب نعم الدراسه نعم. وشيء ثاني اني ارسم حلم كان هدفي الجامعة يعني. والحمد لله حققت الحلم هذا الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ذكرت خالتك الله يحفظها أهلك لهم أثر عليك طبعا. الوالد شاعر. الوالد يقول بعض الأشياء يعني ما تقدر تصنف إنه شاعر يعني لكن يطلع لك بأربع أبيات خمس أبيات يعني يصير عنك ويرجع لك بالأبيات إذا مسكت عنه وقدرت تكتبهن تم. اما هو ما يكتب طبعا لا ما يقرا ولا يحفظ ينسى ولا يحفظ ممكن يحفظ بيتين ويضيع الباقي. جمعت شيء له. انا من بديت دخلت المدرسه فكان يقول صغير انا صف اول ثاني ابتدائي هذا اللي دور كبير انه حببني في الشعر فيقول لي تعال اكتب اكتب لي هذا فاكتب مجرد ما اكتب انا اكون حفظت. جميل عرفت. فكنت يوم اسير يوم مكان ميلس ولا بيت حد من أهلنا ولا ربعنا يقول لي شو قلت في القصيدة الفلانية أعد القصيدة. حلو. تم فترة وهذا جزء من صقل شخصية الشاعر. هذا جزء من غرس الشاعر داخلي أو غرس الوزن والإيقاع داخلي. يدك اللي سموك عليه نعم كان شاعر. نعم كان شاعر. حد في البيت غير عندي ولد عمتي كان يكتب سمعنا العمة كانت تشجع. لا حياة عمتي الله يرحمها كانت الله تحفظ تحفظ الشعر. نعم شوف عندي عمات انتين عمتي خت ابوي وعمتي مرتب. حرمة ابوي وكلهن يحفظن شعر. ويمكن حرمة ابوي اللي مثابة امي يعني هي بعد ربتني هي وامي ربوني يعني فكانت كل يوم يا تقول لنا خراريف يا سلام نحن صغار يا انها تلقي لنا قصيد وكانت حافظه وايد قصايد وهذا الله يرحمها مخزون مخزون, مخزون الجمري القصايد القديمه اللي تلقاها في 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 الدواوين اللي سواها الله يرحمه الاديب احمد بخريب وشاب نعم كلها كانت تعدل حافظتها
مثل الأول معي زايد غلاكة وايد وايد يعني. فكانت كنا نستمتع أن تعدلنا قصايد، وأنا من الناس اللي محب للشعر فكنت ألقط منها بسرعة. بديت وانت 16 سنة عمرك؟ 16-15 سنة؟ يمكن بديت أحاول الكتابة يعني في هالوقت. نعم في هالوقت كنت أحاول، كنا أغاني نغير الكلام مثل ما قال أبو أحمد. مو بشعر أغنية. شعر أغنية جديدة ما تغير. نلعب والله واخذينها شقاوة شباب. هي لعب ماخذينها، ما نفكر في الشعر يعني. أنا بجد ما نفكر، لكن هذا كان مثابة تمرين لنا. طيب في 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 قصة أبو أحمد، أحد الشعراء سوالك اختبار أو شبه اختبار؟ لا ما سوالي اختبار. شو القصة؟ نحن نجلس في بيت واحد من إخواني من أهلي يعني، واحد من إخواني وربعي. فكنا نجلس دائما، الريال راع قنص وطيور وكذي، فأنت يجمع في بيته وبالتحديد سلطان حبروش. فكل واحد يكتب، هو يكتب يحاول يكتب، ففي دفتر هناك كتبت فيه كم بيت، وما أحب حد يشوفني حتى وأنا أكتب. تستحي يعني؟ أستحي يعني، تخاف أنه يطلع مو بشيء. هي ما شاء الله هم مستواهم أحسن عني بوايد يعني. الشباب اللي موجودين يكتبون مستواهم، أنا ما كنت في الحساب يعني، مو محسوب. مو محسوب من من ضمنهم يعني، من ضمن الناس الشعراء زين يعني. زين. فكنت أحاول، كنت كاتب كم بيت. فأنا الشيخ محمد بن راشد بن مانع مشتوم، شاعر ما شاء الله أستاذ يعني، وفي هذاك الوقت قصايدة منشورة، قصايدة مغناة يعني القصايد، وكنا كان بالنسبة لنا قدوة يعني، ونستمتع بسماع قصيدة يعني. فيجلب الدفتر لقى الأبيات من حيال سين، سأل قال هالأبيات لمنو؟ أنا استحيت أقول أبياتي لأن خاف أن تطلع زينة مو بزينة، ما أدري مو بنا يعني، هل هذا شعر ولا مو بشعر أصلا؟ أنا ما أعرف اللي كاتب لنا شعر يعني، ما أدري أن أنا اللي كاتب لنا شعر كلام، مجرد أنه يمكن خاطرة شيء. شو كان تعليقه؟ فالربع قالوا له هذا الأبيات العلي، قال لي أنت كاتب الأبيات هذه؟ قلت له نعم بطول عمر أنا اللي كاتب لنا. قال لي زين. صار ثاني يوم يبي لي قصيدة هالطول يشاكني فيها، يمكن 15 بيت. ايوه انا رسم لي اكتب بيتين ثلاثه اربعه شيء. فقال لي هاي القصيده اذا انت اللي كاتب هالابيات رد علي بهاي القصيده. خدت القصيده صكيت على عمري في البيت من الساعه 9 في الليل ل 6 الصبح وانا ارد. اختبار ثانويه عامه ما الى سلكه. والله لو تجمع امتحانات ثانويه كلها ما توصل لك. من اقول لك يمكن 9 ساعات او 10 ساعات أنا عصر نفسي أبرد على القصيدة وحاول أفهم القصيدة وحاول أفهم وزنها المهم كتبت. المفاجأة كانت يوم جبت الرد. يوم قرأ الرد ما توقع أني أنا اللي كاتب. قال لي أنت اللي كاتب؟ قلت والله أنا اللي كاتب. ما في حد ساعدك؟ حد كتب عنك أو أو حد ساعدك أو حد شيء. قلت له أنا أستحي أشوف حد يشوفني أكتب، أنا قافل على عمري الباب، أبوي يستحي أني يشوفني اكتب لك. قال لي شوف يا علي اذا انت بالفعل كلامك صحيح لا تقوله، وهذه قصيده انت رديت عليها بنفسك، فاذا انت انا اتنبالك. لا انا اتنبالك اذا اهتميت بالشعر اتنبالك مستقبل جيد. شو بتسمع انا ابو احمد؟ شو تبون؟ على ذوقك يعني، اختياري مثلا كل شيء مسموح. الشاعر يحق للشاعر ما لا يحق لغيره. الله يطول عمرك. بس لا تودينا بداهية يا ابو احمد اختار. لا لا عزيز غالي. الله يطول عمرك. يقول طال عمرك منجم ذهب، والقصيدة اسمها منجم ذهب. اقول منجم ذهب يمشي على كوكب الارض، ما ادري الذهب يمشي او انه حلاها، فيها خطوط الطول تطغي على العرض، وانهار من ديباج تمشي وراها، انسلهمت بجفونها النعس المرض، غمض قبل ما تجذبك في هواها، نظراتها تفرض عليك الهواء فرض، مهما تغض الطرف عن مبتغاها، مرت وجنها تمر في ساحة
العرض والناس تتزاحم الخاطر تراها، لكن بها حشمة عرب تحشم العرض في كبرياء بالمحاسن تباها. يا ويل حاله من جعل حبها فرض، ما ترمش عيونه ما دامه معاها، جنه لقى حورية تسكن الأرض، طاحت من الجنة وقلبه لقاها. سلامتك، صح لسانك يا ابو، صح بدنك، صح لسانك. شعرك انا قرات لبعض النقاد وبعض الكتاب، علي الخوار يكتب السهل الممتنع، يصل لكل من يستمع اليه، كبير صغير شو ما كان مستواه. نعم. يعي ما يقول علي الخوار ويصل الى القلب بشكل مباشر، لكن اذا ما اردت ان تجاري علي الخوار تجد الامر صعب، في 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 معادله شوي تركيبه صعبه. والله انا اكتب اللي يخطر في بالي وحسب ما احس وحسب ما يطلع يعني الموضوع، وهذا الشعر ما احاول اصطنع في يعني او اتصنع او احاول ان استعرض عضلاتي في الموضوع. هذا الشعر ابو احمد يعني. نعم. البعض ينظم او يحاول ان يكتب. نعم. وانتشروا في الحقيقه يعني مؤخرا، وانت ادرى انت يعني في محيط الشعر والشعراء. تجد بان اقتحام عالم الشعر والشعراء ظاهرة إيجابية ولا سلبية؟ يعني الشباب يدخلون كل حد يبغى يكتب، تقرأ في تويتر شعر مش موزون ما في شاعرية. شوف طال عمرك، أنا بداية أنا أحترم كل التجارب وكل المحاولات، عرف؟ لأن أنا في يوم من الأيام كنت محاول يعني أن أكتب بيت على بعضه، ف كل الناس هذه اللي تحاول تدخل في هذا المجال وتحاول تبغى تكتب قصيدة، وهذا مو غلط، لكن هل بتلقى الناس اللي توجهها صح؟ المواقع اللي كانت منتديات الشعر والأشياء، بعض المنتديات فيها كانوا ينزلون، والسوشيال ميديا حاليا. المشكلة أنه إذا هذا الشخص كان بادي ودخل وقصايده مو موزونة ومكسرة ولا أبياته كسره، ولقى ناس تطبل له وتصفق له، حتى لو جيت تنصحه ما يتقبل منك، يفكرك انت يعني ما تبال الفائده يعني. وللاسف هذا اللي صاير في خلينا نقول في الاعلام الجديد شوي، ما في حد يوجهك بشكل مباشر بقدر ما ان تعرف ليش؟ لان كل واحد موبايله في يده صور بيات تليفونه ونزلها. زي طيب انت هني وين الرقيب؟ ولا تقييم ولا وين استشاره، وين المقيم للابيات؟ شو ما يطلع. وفي ناس وايد ما تفهم في الشعر فتسمع كلام منمق ومصفوف، عرفت؟ او مربوط قافيه ومثل ما هي، وقامت تشوفها شيء كبير. فهمت كيف؟ المصيبه انك انت يوم تكتب اخوي حسن مو بكل شيء عيبك. انا اتمنى اني ما كتبت عشان كل قصيدة تعيبني، عرفت؟ الحين اللي بسمع شيء مختلف ما يهنين اللي يشدني يعني. أما في قصايد وايد تمر علي مرور الكرام، عرفت كيف يعني؟ شيء في يعني حديثك فيه كثير من الإنسانية أبو أحمد، في كثير من الجوانب الإنسانية، سواء حديثك عن أني أحترم الجميع أو حتى ما ذكرته مؤخرا. في موقف بعد من المواقف الحلوة، يمكن انت ما تعرف الموقف هذا وحتى ما تذكره، ما تعرف ان في حد كان يراقبك، تبغي تعرف الموقف؟ والله يلا واحد من اصدقائك خلينا نشوف شو عنده بعد، تفضل. علي الخوار هو كشخص يأثر على الناس اللي حواليه بشكل غير مباشر، يعطيك دروس في الحياة بشكل غير مباشر. على سبيل المثال بذكر لكم واحد من المواقف، يمكن هو روحه ما يذكره. كنا طالعين نتعشى في مكان بكرامة، بعد العشاء صرنا نغسل يدينا في الحمام، أنا قاعد أشوفه من المنظرة، غسل يدي وأشوفه سار عند واحد من العمال الآسيويين اللي معني بالنظافة في التويلت، مسكه سلم عليه، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ مسك يديه، قام يهمزه، شو مسوي؟ كم سنة صار لك في البلاد؟ شو أخبار عيالك؟ ما أدري كذا. وبعد أعطاه مبلغ من المال، يمكن مبلغ قد يعادل ثلث راتبة يعني، ولكن هي الفكرة مش بقيمة المبلغ على كثر ما عملية إعطاء لهذا المبلغ سبقها بعض الأمور اللي نحن ما ننتبه لها، أشياء ممكن
كثيرين من الناس يعطون، ولكن المنة في العطاء بشكل غير مقصود ممكن موجودة عندنا عند علي الخوار، ما كانت موجودة. علي الخوار يشكر هذا العامل وهو يعطيه هذا المبلغ، أنه خذ منه هذا المبلغ. فهذه من ضمن المواقف اللي يعلمك فيها ويعطيك دروس كثيرة. ربيعك هذا وايد يحبك على فكرة. حليلة أبو يوسف طبعا الإعلامي والرحالة. تعرف متى صورنا معاها اللقاء؟ لا والله ما أعرف. ما تعرف صح؟ لا والله. لأن أنتوا دائما مع بعض. صح. متى صدناه؟ ما أدري. كل ما نطلب موعد يقولون أنا مع علي مع علي الخوار. نبغى نصورك يا محمود تعال، بس بدون ما يعرف علي الخوار يقول الحين أدور حيلة أنا. ما قالوا قبل فترة عندنا خطبة واحد من الشباب راح يخطب؟ ما أدري والله ظني يمكن. هو هذا هاي الحيلة في هاليوم نحن سرقناها من الشباب وصورناها. اللي قاله محمود هذا مو في علي الخوار بس، هذا في كل أهل الإمارات. أنت لو جيت لأهل الإمارات بتلقى فيهم الرحمة على الصغير والكبير. الحمد لله. فيهم الحب للناس، فيهم وأنا واحد منهم أو واحد منكم، عرفت؟ ولا بد ان نحن يعني اذا كان في يعني اللي في قلوبنا رحمه بتكون على عيالنا وعلى اهلنا وعلى اللي نعرفه واللي ما نعرفه. ابو احمد مالي سامحني بقاطعك شويه لان المخرج يزن على راسي يقول لي بسرعه، عندنا محاور وايد، عندنا صور وايد، عندي صور ابغى اشوفها. تشوفها معي صور قديمه اذا نستذكر بعض الذكريات. نشوفها شباب، نشوف الصور. هذا منو هذا؟ منو هالجميل هذا؟ شوف يوم اقول يمكن تشقر يمكن تصغير ما حد كان صدق. ما يصدقون. ما يصدقون. هذا الدليل. هذه صوره تذكر ابو احمد؟ الصور هاي تذكر بعضها متى التقطت؟ متى؟ نعم نعم اتذكرها. شو هالكشخه ابو احمد؟ شوف انت شوف الوقفه بس يعني عارضين الازياء ما يقفوا كذي طبعا، والمزهريه بعد المزهريه اللي فوق. الله 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 يا هي سالفه ابو احمد. زين زين هذا شيء من الذكريات. يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده. لا بس يعني لا لا ما علي ما علي بس طفوله حلوه يعني طفوله جميل. الكشخه ابو احمد. زين بدينا شوي بدينا بدينا, بدينا شوي تهدى بس العقم اللي صفرنا ان هذا الكثر فوق. هاي سلمك الله. شوف هالصور خلاص انتهى تاريخها، لا ما في حد يتصور بروفايل. ما في ما في. لا شوف الشعر هذا طبعا اخوي سالم بن الراح. اي ونعم ونعم. ما ادري وين كنا يعني بس في الحميديه يعني. الصور هاي كلها عندك موجوده؟ موجوده محتفظ بعضها يعني. هاي الاستديوهات القديمه الشعر. ها الاستديوهات القديمه هاي الاستديو ورانا الشير جوز الهند طبعا. هذا شعر بعد واحد منو منو الريال ما سلطان بن مسعود سلطان الشعر. ونعم احنا نسميه الشعر من يوم هو صغير. شوف الكشخه شوف الشعر ابو احمد. الشعر موجود شيء من هالشعر موجود؟ لا والله خلاص عاشق. زين طيب احنا هالفقره دائما في البرنامج نحاول بس نذكر. لحظه وقف 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 عند هالصوره. ذكرت محور الرياضه بشكل سريع. اصدقائك في الرياضه العيناوي علي الخوار. نعم. انت عيناوي؟ نعم. ما تشجع نادي ثاني؟ نادي الثاني عيمان. عيمان طبيعي طبيعه الانتماء للمدينه يعني. بس انا عيناوي وعضو شرف في نادي العين. في نادي العين لعبت كره في الفريج بس بس انديه لا. صرت كم من يوم في نادي الشعب اتذكر يمكن اسبوعين عقب راغلة المدرب بس. بس خليك في الشعر. راغلة المدرب انا واللي وياي كنا. طيب تتوقع العين في الموسم القادم؟ اتمنى ان شاء الله ان شاء الله تعالى. انا اتوقع النصر. النصر يكون بطل الدوري هالسنه بعد 36 او 37 سنه ممكن اتوقع، لكن اتمنى العين. يلا خذوها تنبؤ تنبؤ تنبؤ. ذكروني على موضوع لا ذكرته قبل كم يوم كان في السوشيال ميديا وخذت صدى كبير. حد يقول لي صح، حد يقول لي انت ياس تخدرهم. زين وانا لا والله بالعكس انا مجرد احساس. طيب انا ابغى انتقل للجلسه اللي هناك. تشوف الجلسه اللي هناك؟ نعم حاضر. نبغى ننتقل هناك لكن واحنا ننتقل بنشوف
محمد المرزوقي شو عنده بعد؟ بعد؟ يلا الله يستر. شغلونا محمد المرزوقي، تفضل ابو احمد. في موقف كمان طريف يعني، في عيد جلوس الشيخ زايد رحمه الله عليه، كان على مسرح وزارة الإعلام، فكنا نحن نلقي قصيدة يعني، في مطرب وفي شاعر، مطرب وشاعر بالدور. فلما وصلنا على المسرح وخلاص بيبدأ الحفل، تغير البرنامج، صار صاحب السمو رئيس الدولة حفظ الله يرحمه بيحضر الحفل هذا، فتغير البروتوكول كامل، فصار يعني قللنا من عدد الشعراء، قللنا من المطربين، صار الموضوع مختلف تماما. فعلي كان مسوي عملية في ريلة توه بدايته يعني، شوي يعرج كان. فطلعنا كل واحد يعد دوره على المسرح. ما علي ما كان يدري ان الحضور بهذا الكثافة يعني، ومو متوقع، ما حد يدري كان الشيخ زايد رحمة الله عليه موجود. فلما فتحت الستارة ودخل تفاجأ طبعا بغير جاء، صدم يعني من الموقف. فالمهم عد القصيدة وخلص، وهو طالع ضيع مكان دخول الخروج من المسرح، فتم طول على المسرح يدور الستارة، يمسك الستارة يدور وين المخرج. والجماهير ما شاء الله الشباب يعني كانوا يزمر، واحد اللي يقول له يمين اللي يقول له يسار، وهو مسكين يعرج يعني على ريلو ويدور الستارة. فهذا أحد المواقف اللي طريفة اللي أذكرها معه. أذكر كانت فترة من الفترات أنا وهو دائما في الأمسيات يعني، فكانوا يطلبون الأمسيات كثيرة، تقريبا كل أسبوعين، كل أسبوع، كل 10 أيام أمسية، فصعبة يعني أن الواحد يكرر نفسه في كل أمسية يعني. فكنا نعتذر عن بعض الأمسيات. في أحد المرات جانا اتصال من شخص عزيز علينا في خورفكان، وأصر أنه لازم تكون الأمسية موجودة هذه يوم الخميس. نحن نشتغل في أبوظبي، وكانت الإجازة ذيك الأيام يوم واحد، فما كان في مفر. فمن باب المداعبة قلنا له نحن بني بس بشرط، ما نبغي تكريم شهادات شكر، وما شهادات شكر ما نحتاج، عندنا وايد منهن، عندنا شرط أساسي، شرطنا أن تكون المكافأة مالح، هذه أكلة شعبية من السمك المملح هذا يعني، فنحن ما المزح بديناها هذه الفكرة. المهم خلصنا الأمسية، تفاجأنا بعد ذلك وأن مسوين للجماعة بوفيه من أنواع المالح في الليل. يا جماعة نبغي نرجع متأخرين في الليل، قالوا أبدا لازم. المهم تعشينا هذا المالح، وينا نركب السيارة، الذكر كان ماخذ توه سيارة جديدة علي، ولا يبين لنا بيبين مالح. كتكريم بيبين مالح. سؤالي هني بس بسأل علي، علي ليش بعت السيارة عقب الحادثة هذه؟ أرجو أني أوجد عندك الجواب هذا يعني. أنا أعتقد الإجابة واضحة ليش بعت السيارة. غلطوه غير يوم حطونا الأكل، إن شاء الله مسوينا أكلات حلوة وشي وهذا، فقلنا نحن مو بيجي ندورني، نحن نبى مالح. قال المالح موجود ما عليكم أنتم. فعقب الأمسية كل واحد شهادة تقدير، تقدير وبيب مالح. الدرع. 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 حطيت المالح في السيارة وردين أنا وأبو أحمد، واحد من الأبياب طاح ونشب في السيارة. يوه. والله العظيم حاولت كل الطرق، سويت سرابي مالح. ما تقدر تدخل السيارة، ما دير تيلس في السيارة، آخر شيء بعته. والسبب المالح. المالح. أنا الوقت قاعد يعني يسرق مني بشكل كبير. هذا آخر دوامينك أو آخر أعمالك إن صح التسمية؟ لا آخر أعمالي هذا. زين. اللي هو مشاعر. ما علي، أبغى نتكلم عن هذا. نعم طبعا. هذا هلوسات. نعم. عنوانه غريب، شكل الكتاب غريب، بتخبرني عن هالعمل؟ الديوان طال عمرك هو عبارة عن أبيات بسيطة، تقريبا نقدر نقول إنستغرامية يعني، هذاك عبارة عن عنوان، صورة، وأبيات. الثلاث مع بعض تعطيك الفكرة اللي أنت تبعها. زين، يعني في حس إبداعي مختلف شوي عن جانب الشعر فقط، صورة، العنوان، والأبيات، ومواكبة شيء من واقعنا الحالي، صح؟ صحيح. طبعا متابعينا دوروا هالديوان لأنه روعوا في أشياء كثيرة يعني، مثلا أنا أدور شيء
أدور شيء أدور شيء. أبو أحمد أبغيك أنت تقرأ لي طبعا. أنا حاضر. لكن مثلا أدور في شيء كنت أنا من 3 سنوات بس اسمه هلوسات 2020. أها أنا ظنيت 2020 الآن يعني إصداره. لا لا. طيب يعني مثلا على سبيل المثال في وردة, وردة عليها ثلج سميت القصيدة وردانة. وردانة لا هي يعني بردانة ولا لا يعني وردة بردانة. أها عرفت. هي شو بعد من الأشياء اللي أنت تذكرها فيها الديوان؟ وايد. في عندك خشم الونزة. خشم الونزة يعني خشم وانفلونزا مع بعض. زين. في بالمقلوب في يعني في أشياء فيها كذي مثل. زين سمعني شيء تذكر شيء ولا أعطيك الديوان؟ تعطيني الديوان أحسن. تفضل. لأن أنا الحفظ. وأبغي أبغي توقيع. شوف طال عمرك. أنا بفتح كذي مثل يعني شيء اسمه بدل ما أقول بلاط صاحبة الجلالة. أها. أنا قايل بلاليط صاحبة الجلالة. أيوة. ليش؟ هذا الكلام قدح فيه نحن. لا لا. ليش بلاليط صاحب الجلالة؟ ليش؟ أغلب المجلات اتجهت للموضة والطبخ وما أدري شو تركت. ونسيت الصحافة. الصحافة ولا. فأقول منبر ثقافة لا بغى يدخل فلوس يتحول المطبخ عصيد وكنافة. أها. 200 صفحة طبخ مندي ومكبوس. واخر 8 أوراق شعر وثقافه بس. يعني بدل ما تكون بلاط صاحب الجلاله سميت بلاليط صاحب الجلاله. جميل. وكل الكتاب على هذا المنوال الصورة والعنوان لطيف. نعم. وفي نعم. شيء من الابداع وكله عباره عن قصائد قصيره تصلح للنشر السريع وعشان ما اطول على الناس اغلبها 6 أبيات يعني اطول وحده يعني هذا لي انا تنبأت ان النصر بيفوز بياخذ الكاس او الدوري السنه أتنبأ. موضوع ماشي. التنبؤ طلع عندك قصة طويلة أبو أحمد. بعد خلنا نشوف محمود شو يقول. تفضل محمود. طيب علي عنده ما أدري هم الشعراء يسمونه شياطين الشعر اللي أو اللي يعطونهم الإيحاء في الشعر وهذا الشيطان أنا بالنسبة لي دائما أقول له إن الفترة الأخيرة تقاعد. ليش؟ لأن أحيانا نقعد نطالع بعض المباريات في الدوري سواء كانت أو البطولات العالمية يعطينا النتيجة قبل المباراة يقول لك والله هذا الفريق بيفوز 2-1 أو 3-1 وبالفعل يفوزون 2-1 3-1 أكثر من مرة. السنتين الأخيرات عموما يعني هذا الشيطان تقاعد خلاص قام يعطي نتائج عشوائية. أذكرها في آخر مباراة كانت مع برشلونة مغلوبين 4-0 قال في ريمونتادا كانت 8. هذه من الأشياء اللي الغريبة العجيبة لأنه بالفعل كان يعني في مباريات كان يعطينا النتيجة فريق مغلوب 3-0 تحصله تلقائيا بعد فترة يقول لك هذا الفريق بيفوز 4-3 فايزين. هذه الموهبة ما أدري من وين ماخذنها كيف تي هذه الموهبة. أنا يعني أوجه له هذا السؤال أنت الحين على الهواء خبرنا أبو أحمد كيف تعرف نتائج الفرق شو اللي تشوفه؟ يعني بتوقيت دولة ثانية أنت تشوف المباريات والله ما أعرف. بقول لك شيء تتصادف وياي في يوم من الأيام محمود خوفني أنا على فكرة يعني. على فكرة وايد صدفت وياي يعني من ضمنها كأس الخليج اللي في أبوظبي أسأل يعقوب السعدي الإعلامي. نعم. قول لي متى قال لك نحب ناخذ الكأس؟ قبل بشهرين أنا قايل وصريت النصراوية. زين إن شاء الله. في يوم من الأيام سويت أغنية النادي بالأندية هدية أنا بسوي له. قال لا أنا حمان أبا الأغنية هاي. قلت له ما في مشكلة. خدت الأغنية وسويتها وقلت لهم هاي الأغنية في هذاك اليوم في هذاك الوقت العين ما أخذ ولا بطولة كأس بداية الدوري. قلت لهم هاي الأغنية السنة العين بشارك في الكأس في كأس رئيس الدولة وبياخذ الكاس وبتنحط اول اغنيه اول ما يصفر الحكم. سلام. صار نفس الشيء. سلام يا عليك. زين شباب شباب وربعنا انا ما عندي وقت ترى. زين ربعنا اعلام رياضيين اعلاميين رياضيين واحد مدرب وواحد محلل حسن الجسمي والله يرحمه كابتن محمد بلعل فيالسين قالوا لي
قلت لهم اليوم برشلونة بيفوز 4-2. قالوا روح اليوم برشلونة تعبان وكذي. قلت لهم خلاص شوي يقول على برشلونة. أيوة. الأول شوي الثاني وهم يطلعون يضحكون. قلت لهم لا بيرجع يفوز 4. وبالفعل رجع فاز 4-2. طيب مالك تنبؤ لي أنا شيء الشباب نستفيد من هال والله أنا مجرد إحساس. الله يحفظك أبو أحمد. أبو أحمد إحنا تعودنا نتصور بهالكاميرا هاي. وين طلعتوها؟ نايمة خاشينا هاي. عبد العزيز مسلم عطانا. طيب شباب ممكن حد يصورنا؟ أنا يعني عبد الله المازمي مصورنا جزاه الله خير. عبد الله بيصورنا. الله يسلمه. وأثناء ما عبد الله يستعد أبو أحمد أنا أبغي توقيع على هذا الكتاب. تشرف يعني. طال عمرك تشرف. عبد الله انت جاهز؟ جاهز. زين صورنا ابو احمد يعطيني الكتاب هديه يعني. شغل كاميرا عبد الله. ما يعرفونها كاميرات قديمه. قديمه ابو احمد. هذا شباب صغار ما لحقوا علي. سلام عليك ابو احمد. ليه ما هو يعطيني لهذا سجل لي اهداء حق اخوك الصغير. تشرف طال عمرك تشرف. يعني أعطني الكاميرا. شكرا عبد الله. شكرا شكرا. لغاية ما أبو أحمد يسجل لي إهداء وأنا بعد بسجل لك إهداء أبو أحمد. أبو أحمد نحن إن شاء الله تعالى بنختم بعد ثواني إن شاء الله. لكن أنا أحتاج في الحقيقة أني أسمع قصيدة إن شاء الله. حاضر. والقصيدة هذه إذا تأذن لي أختارها اختيار. أوكي. جزاك الله خير. إن شاء الله يكون حافظنا يعني. إن شاء الله يا رب. القصيدة أبو أحمد عزيزة على قلوبنا في الحقيقة. وأنت أول ما عديتها انتشرت عقب ردت انتشرت مرة ثانية. وكل نعم. يوم نشوف القصيدة هذه في مكان بإخراج الشباب بدأوا ينشرونها بإخراج جديد. نعم. أنت ذكرت قصيدة حلوة في الشيخ سلطان. نعم. حاكم الشارقة. نعم. وتعرف احنا في ارتباط كبير جزاك الله خير محمد بيننا وبين صاحب السمو حاكم الشارقه. اكيد اكيد. ممكن تسمعنا القصيده؟ حاضر جزاك الله خير. موجود. بس تفضل خذ راحتك اوراقك. شيخ سلطان الله يحفظه ويطول في عمره ان شاء الله. آمين. هذا طال عمرك ابو الجميع. نحن مهما نكتب فيه نحس اننا مقصرين. نحس ان في يوم من الأيام عديت على قصيدة كان في حفل في الجامعة وزقرني ويلس كلمني قال لي أنا بهديك ديوان. يا سلام. فقلت له تشرف طال عمرك. فثاني يوم انطرش لي وكاتب الإهداء بخط إيده ديوان واحتفظ في الدواوين هذه وببروزها عندي بعد في يسمون. نسمع بعض. أقول لي شيخ سلطان يا شيخ أنا اللي غمرت الدار بفضالك يا راعي الفضل بعد الله والمنة كلنا نحبك ونعشق طيبة أفعالك وإحنا فضلك نعيش اليوم في الجنة يا شيخ سلطان طاب الفال من فالك والطيب لولاك ما ندري أبد عنه وإحنا لنا الفخر عشنا بوارف أضلالك يا نهر جاري وكلنا نرتوي منه يا سيد المجد فعلك يسبق أقوالك تشهد لك الشارجة علي مسونه خليتها تبتسم كل يوم بقبالك وإحساسها العذب في حبك صدق ظنه رعيت ربك في شعبك وارضك ومالك متوثق بحكم شرع الله والسنه والله يجزيك خير ويجزي امثالك اللي عطى وما تبع بعد العطاء منه ما تشيلك الارض نبض قلوبنا شالك وعيوننا تشيل حبك منه ومنه الله يحقق يا شيخ الطيبه امالك اللي بك الدار صارت كانها جنه ويا شيخنا اللي غمرت الدار بفضالك يا راعي الفضل بعد الله والمنه كلنا نحبك ونعشق طيبه افعالك واحنا فضلك نعيش اليوم في الجنه. صح لسانك. صح بدك. الله يسلمك. جزاك الله خير. الله يطول. امتعتني في هذه الدقائق. الله يسلمك. مرت بشكل سريع لجمال عرضك وطرحك وروحك الجميله. لا والله حكايتكم وايد حلوه. جزاك الله. فكره جميله وفكره حلوه والحلو انك ما تحس انك انت في لقاء. تحس ان احنا ياسين نسولف. بعدنا عندنا حكايات وايد ابو احمد. بعد؟ يمكن يجمعنا يوم من الايام لقاء.
إن شاء شكرا الله جزيلا دلوقتي. شكرا مرة أخرى. شكرا مرة أخرى. سلام خالد. الله يسلمك. ختاما سلاما ونحن نودع الشاعر والإنسان عاشق الوطن الأستاذ علي الخوار، تجولنا معه وأجمل الحكايات، وإلى أن نلتقي في حكايات أخرى نستلهم منها الشغف وقصص النجاح والإبداع، دمتم بألف خير. متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.